هلا والله شباب، يلا حيوم. حنا اليوم في أوساكا. أوساكا من أكثر الأشياء اللي مشهورة عنها الأكل. حنا اليوم في أشهر منطقة إنك تأكل فيها دوتنبوري، فخلونا نستكشف هذه المنطقة الجميلة هنا في أوساكا ونجرب أغلب وأغرب الأكل هنا في دوتنبوري أوساكا. طبعا يا صديقي، منطقة دوتنبوري هي نفسها اللي صورتها في أول فلوق في أوساكا، ولكن اليوم جايين يا صديقي علشان نجرب أكل الشوارع هنا في أوساكا، لأن أوساكا يا صديقي تعتبر هي مطبخ اليابان. فخلونا نجرب يا أصدقائي الأكل هنا في دوتنبوري، أشهر منطقة للأكل في اليابان. طبعا من أشهر الأكلات اللي موجودة في اليابان كاملة، خصوصا أوساكا يا صديقي، علامته تشوفها اللي هو الخطبوط، التاكوياكي يا أصدقائي اللي جربناه في طوكيو. أنا عشان جربته في طوكيو صراحة ما ودي أجربه هنا، فشفت حصله في كل مكان اللي هي كرات الخطبوط. جميع أنواع الأكل البحري تحصل هنا يا صديقي، تبيه جاهز ولا تبيه يسوون لك وتاكله وتستمتع. طبعا اليوم يا صديقي ما هو ويكند، أنا جاي بنص الأسبوع علشان ما يكون في زحمة، وشوف هذا في نص الأسبوع، فتخيل يا صديقي إنك تجي في الويكند، كيف تتوقع بيكون هذا المكان؟ سبايدر مان يا صديقي. طبعا يا صديقي اذا جيت دوتنبوري اشهر مكان انك تصور فيه اللي هي هذه المنطقة. هذه الصورة بالذات هي اقدم واشهر صورة في اليابان كاملة، خصوصا في اوساكا. عموما يا اصدقائي خلونا ننزل تحت ونبدا نجرب الاكل هنا في اوساكا. طبعا يا صديقي في الاونة الاخيرة انتشرت هذه بشكل كبير جدا، اسمها تينين، يعني العملة المعدنية التن، فخلونا نطلب واحدة ونشوف كيف تكون. هي اسمها تينين وقيمتها 500، فانا ابي احط 1000. طيب هاي بروس هذه ولا وش؟ لا لا لا، اول شيء تحط الفلوس وبعدين تضغط هذه وبعدين ترجع الباقي. الحين بحطها مره ثانيه وبعدين تضغط هذه يا صديقي، شف خلاص. يا سلام، تاخذ التيكت حقك الان وتنتظرها هنا. طبعا يا صديقي الغريب فيها انها كانها وافل ولكن يحط داخلها جبن، تشوف شلون؟ يعني من الخارج شيء حالي ومن الداخل شيء مالح، فطالع مكس عجيب جدا. هذا شكلها قبل، هذا شكلها بعد يا صديقي. شوف الجبنة ذابت على طول. أريغاتو جوزايماس. طبعا يا صديقي أخذنا التينين، طبعا اسمها تينين علشان العملة المعدنية، ما أدري إذا واضحة هذه، العملة اليابانية المعدنية اللي هي التن 10 ين، فسووا مثلها، هذه كأنها تينين، ولكن سعرها يا صديقي 500 ين، الجميل فيها يا صديقي انها وافل، كأنها وافل كذا، طعمه حالي وداخلها جبن، طعمه مالح، فطالع ميكس عجيب جدا، فخلونا نجربها ونشوف كيف يا صديقي. شوف الآن بقسمها من النص، شوف كيف الجبن ينفتح، شوف بسم الله. شوف شوف، شوف يا صديقي، كبتي. شوف الجبن كيف. كبتي. هذا كله ابوه جبن طبعا، واللي واللي برا حالي، ولكن كيف اكلها الحين؟ احطها في فمي كذا ولا شلون؟ خليني انقطع. هنجربها عاد الحين الطعم، شوف كيف. انا صراحه اول مره اجرب شيء حالي مالح كذا ميكس مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حلوه، والله يا صديق طلعت ألذ مما اتوقع. جميله طعمها جدا، الحالي والمالح جاي ميكس جميل جدا يا صديقي. شلون الجبن؟ يا سلام. صراحة يا صديقي طعمها لذيذ مرة. شوف يا صديقي بعد ما فتحتها كيف صارت. شوف هذه الجبنة اللي عليها. أنا بجرب الجبنة لحالها دامها أنها طلعت زي كذا، خليني أجربها. والله حتى الجبنة حلوة يا أخي. بالله شوف يا صديقي هنا في دوتنبوري يمديك تاخذ رحلات وزي كذا. فصراحة ان المكان جميل جدا انك تاكل الوافل هذا تينين وتستمتع في هذا الجمال. صراحة من أكثر الأشياء اللي مشهورة في اليابان الفراولة، يقولون إن الفراولة هنا في اليابان جدا لذيذة، فبشوف لي شيء فيه فراولة وأجربه، ودي أجرب الفراولة هنا في أوساكا قبل ما نروح إلى طوكيو، فخلونا نشوف الفراولة كذا حالية ولا شيء، وإنه أذكر فيه فراولة كذا يجوا يحطون عليها نفس الـ الـ الـ
السكر الذايب كذا، اذا حصلتها باذن الله باخذها ونجربها هنا في اوساكا. كابتن هذه حقيقيه ولا كذب؟ والله شكلها حقيقي يا صديقي. ايش فدم حاط ثلج عشان ما تخرب. شوف المكان هذا كله ابو اكل بحري. طبعا من الاشياء اللي مشهوره هنا جدا اللي هو الاكل البحري ايضا، والتاكوياكي. التاكوياكي يعتبر بحري ايضا، كل مكان تحصل تاكوياكي. شوف شلون هذا قبل يا صديقي، هذا بعد. شوف هذه يا صديقي، والله كانها حقيقي حاطين على اللوحه. هندور لنا فراوله، والله مشتهي الفراوله. حصلت الفراوله واخيرا. طبعا هذه اصدقائي الفراوله العاديه، ولكن شوف في عندهم فراوله بيضاء يا كابتن. فراوله البيضاء واحده من اغلى الفراوله اللي موجوده في اليابان، سعرها 500 يا صديقي. وهذه الفراوله العاديه انا باخذ هذه، هذه عليها سويت ايضا. نمبر 1 500 also. اي اوكي يس بليز 1. Thank you. Thank you. Arigato gozaimasu. Thank you so much. This is free sweet, right? Number one sweet. Thank you so much. طبعا يا صديقي اخذت هذه ليش؟ لان في ثلاثة احمر وفي البيضة. البيضة طبعا سعرها غالي شوي، ويقولون انها بعد طعمها لذيذ ومختلف تماما عن الفراولة العادية. وطبعا عليها شف نفس السائل تشوفها تلمع. السائل اللي عليها هذا حالي مرة. فالفراولة حالية وعليها السائل هذا صارت حالية بزيادة. شوف حاطين جوالات وما حد ما حد يجيها. انت في اليابان يا صديقي ما شاء الله. اليابان صراحة من اكثر الدول امانا اللي تشوفها في حياتك. والله على بالي، شوف سبايدر مان على بال الشخص اللي كان واقف قبل شوي. وقت التجربة يا صديقي، ابي اجرب اول وحدة اللي هي البيضة، لان البيضة يقولون ألذ وحدة، فعشان كذا حاطين لك حبة وحدة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستور كابتن. والله حلوة يا أخي، طعمها غريب مرة. البيضة الفراولة البيضة غريبة مرة، طعمها مليانة مليانة موية، الموية ذابت في فمي على طول، ولكن السكر كأنه قزاز يا صديقي، تكسر تكسر في فمك. أبى أجرب الآن يا صديقي الفراولة الحمراء وأشوف شو الفرق بينها وبين البيضة. أنا عارف الحمراء ولكن في اليابان ممكن مختلفة، لأنها في اليابان يا صديقي. بسم الله. والله لذيذة يا صاحبي. الموية اللي فيها مرة كثير، تحس تنفجر فمك يا صديقي بالموية، ولكن حالية مرة. السويت اللي عليها صراحة جدا كثير، ولكن لذيذة مرة، تستحق التجربة يا صديقي، مرة لذيذة. طبعا يا صديقي هذه القوارب الجميلة اللي هي أشهر شيء هنا في منطقة تمبوري، يمديك تركب فيها. سعر الشخص 1200 ين، يعني ما يقارب 30 ريال سعودي تقريبا 8 دولار. ياخذون فيك لفة يا صديقي رايح جاي لمدة 20 دقيقة فتاخذ، وهذا معكم نفس المرشد السياحي. صراحة ما ادري، اتوقع اني اتكلم شوي ياباني وشوي انجليزي لانه اغلب اللي موجودين سياح. ايضا يمديك تركب هذه، شوف هذه يا صديقي، هذه يا صديقي ايضا تاخذ لك لفة، شوف الى اعلى مكان يا صديقي، يمديك تشوف تقريبا اوساكا كلها كامله من نفس هذا المكان، او انك تركب هذا القارب وتشوف النهر الجميل هنا في دوتنبوري. طبعا يا صديقي المنطقة هذه كل ما جيت بعد الليل بعد المغرب وبعد العشاء تلقاها زحمة أكبر، خصوصا احنا في نص الويكند، فبالويكند بتكون جدا زحمة سواء النهار ولا الليل. فأنصحك تعال بالأيام العادية بعد العصر ولا بعد الظهر عشان ما تلقى ذاك الزحمة، لأنه إذا كان في زحمة أغلب المحلات بيكون عليها ضغط كبير جدا، فتنتظر إلى ساعات علشان فقط تأخذ الأكل اللي أنت بيها. طبعا يا صديقي أنا وصلت هذا المطعم، واحد من المطاعم المشهورة اللي موجودة هنا في دوتنبوري، والجميل يا صديقي انهم يطبخون قدامك، فاطلب اللي تطلبه يا صديقي يجيبونه هنا ويطبخون لك. فطلبت اكل اسمها طهر اوكونومياكي في التاكوياكي، هذا جربناها في طوكيو، في اكله جدا مشهوره اسمها اوكونومياكي، فطلبناها والان ننتظر الشيف يجي ويحطها لنا وبعدها نجربها ونستمتع فيها يا صديقي في هذا المطعم الجميل. طبعا اول ما جلست يا صديقي جابوا لي هذه يا صديقي عشان تبدا تشقلب فيها يا صديقي. وهذه الله يستر ما ادري كيف باكلها، لكن بحاول. ايضا المويه هذه تمسح فيها وجهك، فالواضح ان المطعم هذا يا صديقي خدمته جدا كويسه. طبعا يا صديقي بعد انتظار نص ساعه واخيرا وصلت الاوكونومياكي.
طبعا هذا يعتبر بانكيك يا صديقي، يعتبر بانكيك ياباني ولكن مليء بالخضروات. ايضا يحطون فيه بيض يا صديقي، وانت تختار اللي تبي عليه، تبي شرم، دجاج، لحم، اي شيء تبي. وانا اخترت يا صديقي الشرم، وهذا ترى حار، يعني تبيه يستوي، تبي تحرقه، تبي تضبط اموره، فانت تسوي على راحتك لانه هذا قز يعتبر، وهذا اللي يميز الاوكونومياكي هنا في اليابان. كابتن هذا يتحرك، ايش فيه؟ هذا من النار ولا الحين حي هو ولا شو السالفه يا كابتن؟ شوف كل شيء يتحرك هنا، يا خوف ياكله ويتحرك ببطني الحين يا كابتن. الله يستور كابتن، والله كأنه بانكيك بالضبط. شلون يا وحش، كأنه بانكيك بالبيض. كابتن ابى اجرب كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللقمة الأولى نجرب كيف، بسم الله. بسم الله. طبعا طلبت شرمب، فحاطين بيض مع شرمب مع صوص كذا جميل جدا، وطعمه لذيذ مره. كيف اوصفه والله ما ادري كيف، لانه بانكيك اول مره اشوف كذا بانكيك يا صديقي مع شرب مع بيض مع خليط، ولكن مشهور جدا في اليابان، في اليابان بالذات خصوصا في اوساكا، لان اوساكا هي مطبخ الياباني صديقي. طعمه صراحه جميل. عاد الحين بخليه على النار لين ينضج مره بزياده، وبجربه مره ثانيه. خليني اجرب قطعه ثانيه. كابتن يا سلام، والله شكله جميل، شكله يشهي مره. بسم الله يا ليل ذي، قد ما باكل بهذي. المشكلة يا صديقي انه قدامي، يعني انا قدام الكاميرا الان، يعني خلف الكاميرا بالضبط، ناس كثير قاعد ينتظرون، فكل ابوهم ينظرون فيك وانت قاعد تاكل. هذا انا حتى هذه ما اعرف اكل بها. كبتيز اسوي حالي فهمان الحين. تعود لين تاكل فيها وتتعود يا صديقي. بسم الله، يعني طعمها ألذ مما توقعت صراحة، مع اني اول مرة اجربه. يا بليز يس، ثانك يو اريغاتو. كابتن موية مجانا، اذا كنت ما تبي ينضج بزيادة مرة، يعني تبي على نار خفيفة بس، تاخذ يا صديقي وتحطه على طول بالصحن، في هذا الصحن الجميل، وبعدين تاكل على طول، يعني ما يحتاج تخليه على النار. شف بالله، شوف الجمال، شوف يا صديق، شوف الجمال واحكي لي. يا سلام، شوف يا صديقي شكله كيف، شوف شلون ينقص معك بشكل سريع جدا. شوف كيف يا صديقي، شوف شلون على طول يا صديقي، شوف الجمال، بالله شوف الجمال. صراحة ألذ أكلة أكلتها في اليابان حتى الآن، طعم يا صديقي والله العظيم صراحة ما توقعت زي كذا، جدا جميل، خصوصا الصوص اللي عليه يا صديقي، طعم لذيذ مرة. شوف أشوف هنا أغلب بيض، وفوق حاطين لك عليه شرمب وخضروات وحركات وصوصات كثير. يا رجال نص ساعة عشان يخلص، بس نص ساعة يا صديقي. شوف هذه الشرمب يا صديقي، شوف شكلها كيف. انا من كثر ما اكل بحري تعودت على الشرمب والتونه، فصرت احبهم من كثر ما اكلهم. مجبور عليهم غصبا، يعني عرفت كيف؟ فخليني اجرب الشرمب مع الخلطه كلها يا صديقي. بسم الله ما شاء الله، الله والله من دخلت اليابان تقريبا هذه افضل اكله اكلتها، خصوصا هنا في اوساكا. ما ادري، اتوقع ان في اوساكا طعمها مختلف تماما عن طوكيو، لان اوساكا مبدعين فيها مره، وانا في اشهر منطقه في اوساكا اللي هي جوتنبوري، تاكلها وتستمتع يا صديقي. طبعا يا صديقي هذا المكان اللي اكلت منه. هبتن ما اسرع، صار الليل، ظهر جلست ساعه، في ناس جنبي طالبين اوكونومياكي واحد، هم اربعه، انا لحالي وطلبت واحد، والله يا ان بطري الحمد لله فللت مره كويس، وسعره 30 ريال يا صديقي،
$8 فقط. الحين يا صديقي الحين يا صديقي بيلها مشروب والله بعد الاكل اليوم والحلا والفراوله والتنين ما ادري شو اسمها هذه، بيلها مشروب بارد جميل جدا بعد الاكونومياكي لذيذ جدا صراحه. صديقي بالله شوف كيف صارت التمبوري في الليل، عالم اخر تماما في الليل. شوف الزحمه يا كابتن، شوف يا صديقي في الليل صراحه اختلفت تماما. التمبوري لو تجيها في الليل عالم ثاني، تجيها في النهار عالم ثاني. والله يا صديقي صار لي نص ساعه ادور لي مشروب ما حصل، قاعد افرفر من اليوم اعوذ بالله. ما عاد في عصير ولا ايش؟ ما اغلبها المكاين، لانه حاطين المكاين هذه فندق ماشيين بكل مكان، فاغلبها مكاين يا صديقي. فخليني اشوف مكان اشرب منه صراحه. بعد الاكونومياكي احس اني عطشت، اكلت كثير صديقي. بعد البحث والتحري في هذا المكان الجميل حصلت هذا المحل يبيع التنين هذه نفسها اللي شريناها اليوم، ولكن عنده عصير غريب، عصير ياباني يا صديقي. فخليني اخذه من هذه الماكينه. طريقه الدفع عندهم مكاين، ما في اي موظفين، فقط اللي يشتغلون، ولكن الاشياء اللي تطلبها كلها من المكاين، حتى التنين والاشياء هذه كلها طلبنا عن طريق الماكينه هذه. تطلب منها وهم يسوونها لك او يعطونك. شوف هذه البطاطس نفس اللي جربناها في كوريا، شوف شطوله يا صديقي، هذه كان الاستقبال الان. هذا هو شوف اسمه ياباني كابتن، بس ترجمته مكتوب انه مشروب العنب. خلينا نجرب كيف. سعر 150 ين يا صديقي، 100 اوكي حط 50 بعد، صار كم؟ صار 150. طيب لما نطلب هذا شوف يطلع لك التيكت هنا عاد، وفقط تعطيها الاستقبال هنا ويعطونك المشروب اللي انت تبيه. هذا اسم المشروب يا صديقي، تشوف والله ما ادري وش هو لكن مكتوب شراب العنب. أريغاتو غوزايماس، ثانك يو سو ماتش. واخيرا شوف كل شيء في الياباني، الله يستر من طعمه، ان شاء الله يكون بس يستحق الانتظار يا صديقي. نبي نلقى لنا مكان نجلس فيه ونجرب شراب العنب العنب الياباني المميز. اصعب حاجتين يا صديقي تحصلها هنا في زيتونبوري، زبائن الله يكرمكم ما تحصل ابدا، ايضا مكان تجلس فيه، حتى حاطين لك كرسي كرسيين اكيد انها مليانه، الناس كثير يا شخص، الناس كثير يا كابتن. فشكلي بشربها وانا قاعد امشي يا صديقي. حصلت هذا المكان. أوه والله تعبت يا كابتن. عاد الحين جاء وقت التجربه يا صديقي، بسم الله ان شاء الله يطلع شراب العنب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. عنب، كان عنب بس الجميل ما في غازات وسكري حالي شوي. والله طعمه حلو يا صاحبي، لا يستاهل عنا، حتى وانت تشربه في قطع صغيره عنب، فطعمه جميل جدا حالي ما في غازات. هلا والله شباب، يلا حيا. واليوم وصلنا الى واحد من اشهر الشوارع، اكل الشوارع هنا في طوكيو اليابان. خلونا اليوم نمشي بهذا الشارع ونجرب اكلهم. نبي نجرب اكل ياباني، نبي نجرب اكل تركي، نبي نجرب اكل ما نعرفه، ونشوف الاكل هنا في طوكيو لذيذ او لا. وايضا يا صديقي اللي يميز هذا الشارع انه مزدحم جدا، وايضا تحصل فيه مختلف الجنسيات وفيه كل شيء، تبي ملابس، تبي اكل، تبي حلويات، تبي جميع الاشياء، حتى العاب تحصل فيه. فصراحة هذا الشارع واحد من اشهر الشوارع اللي موجودة هنا في اليابان، وموقعه قريب من اكيهابرا اللي شفتوه بالمقطع اللي راح. فيعني اذا كنت بتاكل هنا واذا كنت بتلعب هنا تختار، يعني ايش تختار؟ يا اخي حتى بالشارع هذا تحصل اكل حلال، ويقول ان اختي شغالة في الرياض في مدينتنا الجميلة، الرياض الجميلة. بالله شوف هذا الشارع، والله العظيم انه جميل جدا يا صديقي. عاد والله هذا الخيار الصعب، يعني ما تدري وش تختار. ايش رايكم نبدا باليمين ونرجع باليسار؟ شكلي بيبدا من اليمين اليمين يا اصدقائي، ونرجع من اليسار، فكذا نغطي الشارع كله كامل ونشوف الاكل اللي يعجبنا ونختاره. فباذن الله اليوم ما نطلع من هذا الشارع الا وحنا شبعانين اكل. شوفوا هذا بعد مطعم ثاني حلال، يعني ما شاء الله هنا في هذا الشارع تحصل مطاعم كثير. السلام عليكم. هذا الشارع انا مستغرب، هو مع انه اكل شوارع ولكن المطاعم العربيه كثير جدا. ليش؟ لانه واحد من اشهر الشوارع في طوكيو، خصوصا موقع قريب من اكيهابرا، نفس الشوارع العاديه، يعني حتى الاشياء الجزم وما جزم الله يكرمكم تحصلونها، ملابس ما ملابس تحصلونها، اكل، ولكن مشهور اكثر شيء بالاكل، واسعاره جدا رخيصه من ناحيه الملابس. شوف هذه ب 500 يعني ب 12 ريال فقط يا صديقي، جدا اسعاره رخيصه. اوه اصدقائي حتى عطورات بعد عندهم عطورات، شوف كل شيء هذا الشارع شكله.
أوه، محل العاب اللي نصها العاب ونص قمار الظاهر. والله هذا شارع متطور شكله. ها أصدقائي، والله أنا اخترت الشارع اليمين، ولكن اللي يوضح لي أن الشارع اليمين كله ملابس والشارع اليسار الظهر كله به أكل، فهذا كل اللي قاعد أشوفه الآن ملابس أكل جزم الله يكرمكم، هذا اللي قاعد أشوفه بعد ما دخلت يمين، فاليسار الظهر أنه أكل. ولكن خلونا نخلص من هذا الشارع وبعدين ندخل مع اليسار ونشوف وش فيها اليسار من أشياء زينة. والله ودي أوريكم أسعار الجزم وأسعار الملابس هنا، ولكن ما ودي أخلطها ملابس مع أكل مع كل حاجة. وين يا أبوي؟ أبخلي معلش تعبانين شوي، لا تنسون اللايك والاشتراك. ما ودي أخلطها يا أصدقائي بالأسعار بالجزم والملابس وزي كذا. بإذن الله بنخلي فلوق كامل للملابس والجزم، أيضا الفلوق هذا بيكون كل أبوه أكل الشوارع هنا في طوكيو. واحدة من أشهر الأكلات اللي موجودة في اليابان اللي هي التاكوياكي. التاكوياكي واحدة من أشهر الأكلات، فصراحة ودي إني أجربها وما أدري وش طعمها. هي عبارة عن كرات الأخطبوط، تاكو أخطبوط وياكي كرات، تاكوياكي كرات الأخطبوط. خلصنا الشارع اللي هو اليمين، الآن نبي نبدأ وندخل اليسار، واليسار الواضح إن أغلبه أكل، فنبي نشوف كيف تكون جولتنا في جولة الأكل. طبعا توضح لك زحمة هذا الشارع من الناس اللي وراي وش كثرهم ما شاء الله تبارك الرحمن. عاد هذا الاتجاه الثاني اللي شفناه قبل شوي باليسار، من هنا بدايته، فنبي ندخله ونشوف. شوف أول ما استقبلني لك، فالواضح إن كله أبو أكل، فكويس خيار ممتاز جدا إنه نجرب فيها الأكل هنا يا أصدقائي. والجميل إني قاعد أشوف مطاعم كثير حلال، يعني والله هذا صراحة شيء جميل إني أحصل بأكل الشوارع في مطاعم حلال، فهذا شيء يبشر بالخير. هذا أول ما دخلنا يا أصدقائي، يعني محلات كالعادة معتادة هنا، الظاهر هذا سوبر ماركت فيه كل شيء، ولكن الشارع طويل جدا ترى يلف كذا لفة ششت، فمرة طويل، فخلونا نتمشى فيه ونشوف إيش فيه، وأهم شيء إنه نجرب الأكل هنا في اليابان. الشارع ذا يذكرني بالسوق الصيني في كوالالمبور. عادة السوق الصيني تحصله بكل مكان، سواء كوالالمبور بانكوك كل مكان تحصل السوق الصيني، ولكن الشارع هذا ذكرني فيه. الله شوف ايس كريم يا كابتن، شاري كابتن. شوف عندهم كرات، ما الظاهر انها تاكوياكي ولا ايش بالضبط؟ زحمه كبيره جدا، فالظاهر انه في شيء طيب هنا. هذه التاكوياكي. هذه التاكوياكي يا شباب، شوفوا جيك كرات، كرات الاخطبوط زي ما قلنا يا اصدقائي، التاكو اخطبوط وياكي يعني كرات، فهذه كرات الاخطبوط. شوف الاربعه 200، اربع حبات، اربع كرات 200، السته ب 300 والثمانيه ب 400، فحنا بنجرب فاكيد ناخذ الخيار هذا. بس والله شوفوا شكل المحل مره مشهور، فما في تصوير وزي كذا الا انه اكيد ان المحل هذا جدا مشهور هنا في اليابان، وايضا انا استغربت ان عنده زحمه كبيره جدا، فشوف حتى الزحمه هنا كبيرة جدا، وتصوير فيديو وتصوير ايضا شاشات. اصدقائي هذه الكرات تاكوياكي، ولكن حاطينها صوص، صراحة ما ادري وش، ولكن ان شاء الله ان ما في شيء، باذن الله ان ما في شيء. ابحط على اثنين بس. بعدها يا صديقي ناخذ العمدان هذه ونجرب كرات التاكوياكي ونشوف كيف تكون. خلينا نجرب واحدة اول شيء بدون صوص. والله يا كابتن شلون اكل انا؟ اصبر شوي خلنا نتعلم نمسك كيف. اول شيء خلنا نعرف كيف نمسك عشان ناكله. الله. طبعا هو في قطعه صغيره، قطعه اخطبوط صغيره، وبعدها عاد عجينة كنا سمبوسه عاديه. بسم الله الرحمن الرحيم. تاكوياكي كرات الاخطبوط اليابانيه. بسم الله. والله اول ما اكلتها كاني اكلت تميس، لين يجيك الاخطبوط تغير الطعم. ولكن طعمها جميل صراحة، طعمها جميل. إذا كنت من محبين التميس وزي كذا، كأنك تاكل تميس مع اخطبوط. كيف؟ جرب التاكوياكي ويطلع لك الإجابة. أصدقائي تشوفون؟ هذه قطعة الاخطبوط الصغيرة. يحطون لك قطعة اخطبوط هنا صغيرة، و كأنك تاكل تميس غيرها. عاد الحين بجرب الصوص مع الاخطبوط، بسم الله. الله، والله بعد ما برد تغير طعمه يا ولد، صار حلو. لانه قبل شوي وانا قاعد اكل كان حار مره، فما يمديني اخذ الطعم، قمت احس بالطعم بعد ما صار بارد مره. فصراحه طعمه جميل جدا وعجبني تاكوياكي. وبعد ما جربنا تاكوياكي الان نروح مكان ثاني نجرب شيء اخر في هذا الشارع الجميل. اصدقائي وانا قاعد امشي شفت هذا الطريق،
بالله شوف كيف جميل، بالله شوف كيف جميل يا اخي، حاطين عليها الوان وازهار وكشكات جدا صغيره. فصراحة الشارع هذا تحصل تروح يمين يسار تحصل أماكن جميلة زي كذا. شوف كيف الإنارة جدا جميلة، ولكن ما أدري إذا واضحة بالكاميرا، حاطين عشب مع إنارة جميلة أو محلات ملابس، حركات كشكات صغيرة مرة، والله جميل. هذا الظهر في الليل بيكون جدا جميل لأنه الإضاءة كثيرة مرة، فيكون المكان جدا جميل. طبعا يا أصدقائي أنا اخترت واحد من هذه الأيس كريمات، فأكيد أنه لون الأخضر، لون الوطن، فانيلا مع ماتشا، فإن شاء الله أنه يكون طعمه لذيذ من هذا المحل الجميل، كله يبيع ايس كريمات وخضروات. فخلونا نبرب في الفانيلا مع الماتشا ونشوف كيف. جرب الايس كريم، شكله يبين اللذيذ بس ما ادري عن طعمه. بسم الله. الله، فانيلا مع كأنك تشرب شاي اخضر، لذيذ مره، خصوصا بعد التاكوياكي تحلي فانيلا مع ماتشا. اوف، هذا الحين يا اصدقائي ابى اشوف محلات الحلال اللي موجوده هنا وبجرب شيء من عندهم ونشوف كيف طعم مطاعم الحلال اللي موجودة هنا في طوكيو، خصوصا هذا المكان. طبعا يا اصدقائي هذا المطعم الاول، هو في مطاعم كثير مرة ولكن انا بجرب، ابي اجرب واحد منهم. شوف مكتوب، وانت بس تشوفه مكتوب على طول حلال. هذا مطعم ثاني حلال، شوف اصدقائي انا بجرب البطاطس هذه، عندهم بطاطس مرة طويلة بالجبن. السلام عليكم، can I have the long cheesy potato please؟ الحمد لله، كيف حالك؟ ما شاء الله. He's not Turkey, right? بنغلاديش؟ نيبال. طبعا اصدقائي المطاعم الحلال بالعاده اللي اصحابها اترك بالعاده يعني، ولكن اكلهم حلال يعني، فهذا الشيء الكويس. تريما كاسي. طبعا اصدقائي اخذت من هذا المطعم الجميل بطاطس، اطول بطاطس في العالم، فعشان شكلها غريب نبي نجربها من هذا المطعم الحلال، ولكن لازم اغير المكان علشان انه الموسيقى جدا عاليه، فاخاف يطلع لي كوبي رايت، فمشكله الكوبي رايت والله العظيم جدا مشكله. فخلينا ندور لنا مكان نجلس فيه بعد النكله. شوف جدا طويله، ما ادري عن طعمها هل يختلف عن العاديه ولا. اصدقائي انا لقيت هذا المكان في قلب السوق في نصه، شوف هنا بدايتنا كانت، دخلنا من هنا فلقيت هذا المكان واخذنا بطاطسنا اللي من المطعم التركي. شوف شطولها يا كابتن، والله العظيم باغض اطول من شبر كامل، ما شاء الله اطول بطاطس في العالم هذه شكلها. بس خلينا نجرب طعمها نشوف كيف. بالله شوف شطولها يا كابتن، من طولها ما تنمت، شوف والله اكبر. بسم الله. حاطين عليها جبنه، خليتها مره جميله، بس طعمها نفس العاديه. الغريب طولها، شوف شطولها كبتي كبتين، هذه بطاطس ولا ايش؟ والله هذه اطول بطاطس بالعالم. فيري نايس. طيب بعد البطاطس الطويله جدا صراحه احس اني شبعت، لانها فيها جبن مليانه، فابيلي شيء اشربه. فخلينا نشوف لنا محل. شوف هذا جاي تايلندي على تركي، فاثنين في واحد كذا مره واحده على طول يعني. فخلينا نشوف اذا عندهم شيء ينشرب. اطلع، كان ودي اني اخذ المطعم الحلال ولكن للاسف ما عندهم شيء طازج، ما عندهم الا بيبسي ولا كولا. يا اخي القطار كل شوي يمرون فوق وانا قاعد امشي. بالله شوف ايش حصلت، اني مشتي عصير طبيعي زي كذا، شوف ماكينه عصير برتقال طبيعي يا صديقي، والله انه عز الطلب، فيتامين سي طبيعي وحركات وماكينه. فخلنا نجرب ماكينه البرتقال هنا في اليابان كيف يكون طعمها وكيف نستخدمها ايضا. طبعا يا اصدقائي مكتوب حط فلوسك وانتظر العصير واستلمه 350 ين، يعني تقريبا 9 ريال. شوف هذه قروش شو تشوفون، 100 كبتي، 200، 300، 400. يلا يا كابتن ايش اسوي الحين؟ حطيت 350، طيب ايش اسوي الحين؟ اسوي كذا ولا ايش؟ اي لا يكون زرفني ذا. ها قاعد يحمل، قاعد يحمل، شوف قاعد يحمل كابتن، شوف تنتظر لين يخلص التحميل ويطلع لك عصير برتقال، ما ادري وين يطلع لك، الظاهر يطلع لك من حيث لا تحتسب. ها شوف حطوا لي 50، انا حطيت 400 وسعره 350 فحطوا لي 50، يعني هذا الباك درجه حرارته 5، يعني عز البرودة مكتوب. شوف الله، أول مرة أشوف عصير برتقال يحمل. خل شوف كيف يطلع لي يا كابتن. ها اكتمل اكتمل اكتمل. ها من وين آخذه؟ ها شوف شوف فتح، والله تكلوتشيا. ول يا سلام 100% طبيعي، وأحسن ما في إنه بارد مرة، مكتوب درجة حرارته 5. فخلنا نجرب الطعم اللي هو اهم شيء يا اصدقائي.
تدري وش الزين عند الماكينة هذه؟ انهم حاطين لك طاولات هنا، يعني انه تشرب وتجلس بعد، يعني مو بس ماكينة تقدر تجلس بعد، فيه طاولة وكراسي حركات. بس خلينا نجرب العصير على الحين، ان شاء الله يكون كويس لاني والله مشتهي مرة. والله طبيعي سهل مرة جميل، اجمل ما فيه انه بارد، بارد يسرسح مخك. الله، حتشوف بعد ما اخذنا العصير البرتقال شوف وين وصلنا. من حيث بدأنا يا صديقي، فإلى هنا يا أصدقائي، أتمنى أن الفيديو أعجبكم، لا تنسون اللايك والاشتراك وانشروا المقطع للناس اللي تحبونهم والناس اللي يحبون اليابان خصوصا، وأهم شيء وقبل كل شيء دائما كونوا سعداء. في أمان الله.